استاذ ظريف، طب ما انا ممكن اشتغل انا ب 7000 جنيه في الشهر، انا عيل صغير وبفهم. يا ابني يا ابني، هو قال لك عنده عيل صغير بيدفع له خلاص. لا لا، انا عيل، انا عيل. بس هو انا بنظف رهوان. انا رهوان؟ وانت اساسا كنت بتعرف تنظف التماثيل يعني؟ طب وانت مالك انت؟ وانت ما انا اللي مال؟ لا انت اسمع حضرتك مالك يعني؟ حضرتك مالك؟ طيب بتكلمني انا كده قدام؟ وانت اللي هتنظف؟ اه انا اللي هنظف. انت عيل؟ طب حضرتك حضرتك يعني، طب يعني بتفكر يعني تأجر الجزء ده من البازار بكام يعني في الشهر؟ مش هنختلف يا أستاذ عادل، نقول 10 كويس؟ لا يعني معقولة الولد اللي بينظف هتدفع له 7000 جنيه وأنا هتدي لي 10؟ مش معقولة طبعا يعني. 10000 دولار يا استاذ عادل، مش جنيه. 10000 دولار. اهلا وسهلا. حضرتك لو تحب تأجر البازار كله احنا تحت امرك يعني.